قصيدة المسافر. إذن حصري. حصريا. سير. مرحبا. أطلب منكم أن تنصتوا إلى هذا. ليس الاستماع أكثر. تفضل. ترى واقفا. ليس مشكلة. الله يخليكم. رجاء. قصيدة المسافر وهي قصيدة نشرها الملحق الثقافي الاتحاد الشراكي الأسبوع الماضي. المسافر. اليوم لا شيء يعجي، قالها الشاعر وركب الباص مع عمال المناجم والمرأة والطالب الشيوعي. قالها غاضبا مني وهو يخرج اللغة منقوعة من برميل مبللة ببول القطط. لا شيء يعجبني، قالتها أمي غاضبة مني ومن الشاعر، وهي تكتب أحزانها على الجسور والأرصفة بلغة مدهونة بزيت محروق. قالت اترك أصابعك تأتيني في المساء، اتركها تكبر مع السرور وتطفو قليلا كي تفيض بالأماكن والموج. أنا اليوم أيقنت أن ورقة التوت لن تسقط في النهر، ستطير بها الرياح بعيدا بعيدا، وتنقرها العصافير جائعة قبل أن تصل إلى الماء. الآن لا شيء أجره في عربة الموتى سوى قرية من أشباح ومخبرين وفزاعات كنا نخيف بها أسراب الجراد في سنوات الحرب والعطش. لا شيء أصبح يعجب في هذا الطقس الرديء، نبيل رديء، تبغ رديء، شعر رديء، وشمس تنام على سرير الشاعر المسافر في الباص إلى المجهول. ماذا لو صرت كائنا مجهريا؟ هل ستكون لي جينات؟